مناسبة حلك كل وريجة حقيها عصبة دقمة دقرة وعاصمة دبنتلان أيام ما أنت وحكة دعدي سلما قال دقرة وعاصمة دبنتلان وريها هيك عبد الرشيد بشير أيام ورك عسنا قرا وانا قصد رأي مناسبة أن أحلك كل وريجة حقيها عصبة دقمة دقرة وعبد القفار عبد الرحمن أحمد أيام وحكة قيب قال دقة دقمة دقرة وكحجين كيسة سراكيل كسعودي وسرد داريمها جدها حلبان دقرها ديجان كا أضين قميت هوين يقبها بالشدر هيد كا حقيه هري دقمة دقرة وقاسم محمد عبدي وحلك كوري كي حقيها عصبيات المامين حلقي ساي وحبضا كقبتين أريمها أمان كبلعد عاصمة دا لسمها اجداد كي يهر مرة كلي وحنا عدسدين حقيها عصب للا شغيو وحانا يسندن كي سهاي دا الدولة دا شغالها الدولة دا هوسي يشعب كا عدسدي إنه ودا شقين بوحدة دا حمرتو حقيها عصب مانتا حلك لوريقي مركز سوا شغال مرميت كاغا وحا كم بدا وقوم يبسن حق النظافة دا وقاد حوغا يوسي أكتب ووضنوه مقالة هذا النظافة الهلين بلع الهلين وحبي الهياجين وحا كم بدا دفع أرورينتا أو الدخلية هذا الدخل الهلين وحبا كوص عمايا وحا كم بدا ودويكا أما كوة كوة حبي سنة حتى كوة بسنة مستعدها نقضين أما اللامي نقضين إيا كوة دمو أو ربحين دورة ومقالة كوة حيسبك إلا إلاني تشوك تاوي كعهبا أمنية وسوف نهد كل جوبر كورب وسوق ليا ما أنت وحن خليك كور سنايا عبد القفا عبد القفار عبد الرحمن شيخ أحمد عبد القفار كسو دوو أد يا أد بان ماركت يقوم هاد علني يا صاحبك إن قاسم محمد عبدي إن وأنا مهسيا حلكنا وكلور يجي وحر تشيني يا حلن أو أد وشقي إنس إن أنا نغنه إن أنا نغنه كوح بدن أو أد ولا شقي وسعرها لمان هيدها دولد يأمنها أو أي أهل تخصي سنة ما حد شيء لأن أنا وش قيان لا أنت وضح ما قبل كرنه مجتمع أنا إن دقمة يو دتك ربنتلان كل واحد ليه لين دونا وضح شقين قار كم دتك كي قيب قال مناسبة ده حلو رجنتا أي سود ويا حقيها عصب وحنا أي معنى وحقبت كي حقيه هو ري دولد هو سو ما أنت حلك ورجي أي من عندي كروه فيسك تيكر ما قفك خطر تقاطه سلام مركزنا كون دادك عقبلا سو درسه إنه تشيرو إنتاس مركب عنوغا أهي وغايا عصبنا إن شاء الله إنتيو كلا كفلينا هذا إذن إذن كل شقين أبا قرب سين إنه دادو إلا شعبة حقيقة وحا إنه كل ليلي إنه أما أن كسو إنه كما قول قار كريا قربها إيه بالله يكو دوليان وكو دادو إنه دقل هدي ورورينا يان إذن كيدك ورورينا يان een wadooyin hadii ay sameeyaan dhulka iyo jidadka la marsinayo idinka haysta oo gacmaha ugu ma jiro ugu dameyntina duqa degmada garowe xasan maxamed ciise goodir ayaa soo dhaweeyay xogayaha cusub ee degmada wuxuuna u balan qaaday wada shaqeyn wanaagsan iyo inuu si xurriyad ah ugu dan doono waajibaadkiisa dastuuriga waxaan aad ugu faraxsanahay sida xirmada leh iyo sharaf kale oo labada xogayihii hore ee degmada yahwaya cusub xilka ula kala wareegeen waxa weey yahwaya cusubna la shaqeeyo sidaan awalna la shaqeynayseen iyo shaqaalaha wasiir maaragtay firfircoon oo dheeran oo maaragtay kala amar qaada shale oo isxurmeyn leh oo masuuliyadda la xurmeynayo dawladda hoose oo dhan waxa aan ku hadlayo aan soo dhaweeyna waxaan filaynaa soo dhaweeyo dhalinyarada aqoonyahana weeye aad baan maartay u faraxsanahay in maartay xilkan loo soo magacaabo xogayaha cusub ee degmada Garoowe oo maanta xilka la wareegay ayaa waxa dhawaan soo magacaabay wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero Cabdirashid Bashir Maxamuud SBC Garoowe